اسمي بدر عمرية، عمري 21 سنة، أنا جندي مسلم بدوي في وحدة الاستطلاع الصحراوية البدوية. رايحين نتسحر، بلش نهارنا. من واني بالمدرسة كنت مهيئ نفسيتي اني بعد ما اخلص مدرسة واتخرج اني اروح اتطوع واتجند. شو الاخبار؟ والله طالع كمان شوي عشمرات. والله يلا يعطيكم العافيه. هاي الدوله دولتنا، احنا خلقنا هنا، واني ادعو انصح كل انسان انه يتجند لسبب واحد. ذكرت ب 7 اكتوبر يوم الدواعش حماس قتلهم العرب وقتلهم اليهود، عملوا البشائع والفظائع هنا. انت صايم ساعات طويله وميت من العطش، وانت قادر توقف على رجليك وتشوف غيرك ياكل اشياء طيبه، يشرب كولا مي ساقعه عم ثلجه، بس رغم كل هذا الحمد لله اللي يتحكم بالانسان وبي انا شخصيا هي اراده. الانسان اللي عنده اراده انه يصيم، لو كل الناس تاكل قدامه كوم الاشياء الطيبه، ولو كل الناس لو انه الدنيا نار ولو شو ما يصير وهو ناوي يصيم يصيم. وهذا يصير معي أنا، يعني شوفي قديش شفت شوفي ياكلهم قدامي قاعدين أشياء طيبة ويشربوا مي صاقعة وكل هذا، بس مع هيك أنا الحمد لله هذا إني صايم، وهذا الإشي مش مؤثر على أي شيء لأن أنا ودي أصيم. وهاي النقطة أحلى نقطة بكل المعسكر عندينا، معسكر الوحدة الاستطلاع الصحراوية البدوية. ليش؟ لأنه هنا نشوف الشروق ونشوف الغروب. تعرفت على ناس من الجنوب، على ناس من الشمال، على ناس من المركز، عشنا كثير لحظات حلوة مع بعض، كنا موحدين، وصراحة هذا الإشي كثير كثير طورني وساعدني إني أنا عن جد كبدر إني أتقدم، وإني الفكر تاعي كيلو أصير أطلع قدام أكثر. عيد فطر سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.